اسمي فوزية الشطي، مولودة عمري 60 عام، عندي ايش و 30 عام نخدم في الفلاحة، أم جد. جميل حتيت، ومليني عمري 16 عام، وانا نخت عند باباي اللي نعرست للتو. منين اخت؟ نجاة الهاني، من عام 82 بديت نخدم، من عمري 15 عام. سالمة عبد الله، عمري 45 سنة، نخدم عاملة فلاحية. ياسمينة بن عمار، بديت نخدم من عام عمري 17 عام. منيرة بن صالح، منسقة حراك عاملات الفلاحة بجبليانة. تلاقونا البنات مع بعضنا نركبوا في الكاميون، الوسيط يهزنا، نقصدوا ربي يهز الوسيط يفرقنا، كل فلاح وشي يشطالب من الخدامة. هو الوسيط يتحكم في العملية الكل، الوسيط هو المشغل الرئيسي، معناه الفلاح من بعيد والوسيط خاطر هو اللي قاعد يدور في العملية الكل. الوسيط يتحكم لهم في وقتاش يخدمها، وقتاش تخرج، وقتاش حتى تلبس، يتحكم حتى في اللبس. الوسيط يلمد الجماعة بالتليفون، الفلاح يكلم يقول له راني حاجتي ب10، راني حاجتي ب15، راني حاجتي ب20، راني حاجتي ب40، يركبهم كل هذا كل 40 الكل يركبهم في الشاحنة هذه المشؤومة كما يقولوا فيها القاتلة. الوسيط هذايا هو اللي خلص، علاش ما يخلصهمش المشغل نتاعه؟ والكاميون يمشي معبي 33 وبالله 40 واحد، كان موتنا ما يهمة فينا، كان عشنا ما يهمة فينا، كان قعدنا خدمنا ما يهمة فينا، كان احتجنا ما واحد لا لمح. نعبر لك العبد كي يدخل للبيت تلقاه ضيق نفس واللحمه كله يتنامل، وكل العبد ما نجمش حتى يتنفس في وسط البيت، ماكل عرق وماكل تهويد في الشهيلي، ما ينفسش عليك حتى البيوت. ساعات نتيحوا بواحد ولد حرام ما ينفسش علينا البيوت، خلينا البيوت مسكرين. تسخن علينا عاد البيت في الصيف، هذا الفلفل عاد والطماطم والكل، فهذا يجينا في الصيف ولد القمره يولي العرق علينا عاد شرتله، وتولي العباد بايحه، حتى الجراج نتاعها شايحه. قد وهي تقرا قلت البيت ولا تقولي كنا حشاك جهنم، داخل جهنم مش داخله. تاخذ قدويات ساعات يضيق عليك النفس، وساعات تبدي تحل البيت هك وتشمي شويه هواء باش تتنفسي، وساعات تسرقي روحك تاري الفلاح يمشي تسرقي روحك باش تتنفسي، وانت ياكل تخرجي تاع التنفس تتنفسي، كوني عارق يضربك الهواء لحدك لها ومشي. ساعات الواحد جنابته وجعني تو البرد، ها هو كني البرد تو حاليا والله عندي نهارين البرد في حاله، من عمري 6 سنين وانا نعاني بالبرد. الله غالب ايش مش عامل الظروف.
نمشي نخدمو لي جي، نخدمو في البيوت، نخدمو في الفلفل، في البطاطا، في الطماطم، معناها الخضره الكل نخدمها. بخاص كنطبو للبيوت، البيوت تعمل لنا حساسيه بحكم هي معناها سخونه وكل شيء، ني ما نتوقهاش، معناها تبدا عينيا تحرق فيا وتصير لي حساسيه وكل شيء، وتبدا السخانه. السخانه مش عاديه، حتى كنقولوا له حل شويه من الباب مثلا ولا حاجه، خلينا نتنفس ولا حاجه، يقول لا ما يساعدنيش على خاطر الفلفل، ولا ما يساعدنيش على خاطر تبدا سخانه مش عاديه. نخدموا البيوت، نخدموا السراي، نخدموا بالتيه خليجي، نخدموا وين يحطونا نخدموا، حتى الغبار دوي تهزي ترمب على ظهرك تداوي، زادة كل شيء تعمليه انت ماشي تخدمي ماشي. يجيبوا لك الدواء مثلا، يقول لك حطه في الماء واستعم، بما انك انت مرأة كبيره تعرف مثلا، عديت برشا وتعرف عندك فكره والكل، هاني نحطك الدواء ونداوي ناي، ونحطك الوحده فوق ظهري نداوي بها، ونخلط الدواء بيديا، ونعمل كل شيء، كل شيء نعمله لروحي على خاطر عندي فكره كبيره. يخليه يجيب لي الدواء ويخليني الفلاح ويقول لي برا امشي دبر راسك انت تعرف. دويات ساعه على ساعه البخاره تبدا تحرق، والا الليمونيتر زاده، الليمونيتر هي معناتها يجيب لك اسطل، وفي ليمونيتر لازمك تهزه بيديك، تهزه في يديك يبدا يحرقك المونيتر، ولا يبدا معناتها حتى ما يحس العرق في اليدين، تحسه كل يبدا يذوب هكا في اليدين، تبدا يديك تحرق فيك ساعه على ساعه لين الصوابع تتنفخ هكا يا الكوليك، وتبدا هكا حبوب منا ومنا. ما يخليكش على القندوات، القندوات كي تشدي الترمبة ماك تنزلي على القرص متاعها تكسريه بالقندوات غليظة، يقولك داوي كاك هونك تفرغي انت الترمبة، يجي هو يراك من البعيد، يجي للجيابي نتاع المية باش يعبي الترمبة مرة أخرى، تركبي انت الترمبة فوق الجيابي. نخلط الدواء بيدي على ما تحمينيش هكا الدواء هذاك، ما عنديش عامل، مانيش عاملة كمامة، مانيش عاملة مثلا حاجة، مش مجايبين لنا الحاجات اللي يلزمنا يجيبوهم لنا مثلا باش يحميونا، وما نشموش هكا الدواء، مش عينينا مثلا ما تشمش هكا الدواء ذاك، الكل يمشي لقراجمنا ويمشي مثلا لصدورنا ويمشي لمفاصلنا الكل، تو البرد ما كنا وعيوننا توجع وكل شيء يوجع، ماك الدواء هذاك خلف فينا الدواء تخلف هذاك، يا الكل من الدويات اللي قاعدين نعملوا فيه. ما فماش ادوات عمل، ويزيد هو يقول لك ما تستعملهاش على خاطر معناتها كي انت تبدا تجمع بالقواندوات مثلا ما تجيبلوش الانتاج كيما ما غير قواندوات. الجيل العامل الفلاحيه من تزرع البيبي في كرشه تمشي صغيرها يشم في الواحد يسمع في الاهانه، راهو يسمع مش خاطر هو في كرش يسمع في الاهانه، اكل الخضان نتاع الكميون اللي تركب فيه، خضان نتاع شاحنات الموت تعبش وتركب وهي حبله وتهز في الرزين وتشم في الغبار نتاع يعلم به ربي من جايبينه الغبار هذاك، كيفاش مش تكون ام تجيب تجيب صغير معناها لا يزي في كرشه يتعذب وبعد تخرج به للدنيا. راه معظم اللي يجيونا لهنا ونشوف الحالات نتاعهم راهي تلقاه يا ارمله يا ام ظروفها معناها رجلها ما يخدمش يا معاق، يا تلقاها قايمه كيما شفتهم قايمه بالعائله نتاعها قداش منها هي المينا وكبرش حاجات معناها يعملهم كل شيء تاثر على الغشير في كرشهم، هو اثر علينا احنا لين الغشير ما ياثرش عليه. والله انا مرضت نفسانيا تو حاليا عديت بيب نفساني. خوف
العاملات هذوما أنا نعتبرها نوع متاع تجارة بالبشر. بالحق نوع متاع تجارة بالبشر اللي قاعد ساير، معناها الأدوية اللي يستعملوا فيها اللي قاعدين معناها في وسط الثانية ويستعملوا فيها في وسط البيوت، أنا نعتبرها نوع متاع إبادة. حكيت مع الفلاح وقلت له راهو مثلا قاعدة توقف صدري يحرقني وعيوني هاي فيها مثلا حتى الفاير فيها العيون وعيوني حمراء والكل ياي وانفاصلي توجعني ماك الدويات والكل يقول لي فما غيرك. كان عينك تو بنت 60 عام مش طالب برا امشي شد الدار مستغني عليا ما عادش عينه فيا الفلاح على خاطر خدمت برشا وما صورت شيء حتى كخدمت لا قرني لا حاجه لا سند لا حتى شيء ما فما حتى شيء اللي مثلا يقدر يجر عليا. عندي ولدي عامل حادث أنا قاعدة فلاح ما يسمعك حتى بشيء، كان عينك أخذ بك عينك وقعد. إيش باش يقول لك فلاح؟ يقول لك غرضك أخذ غرضك وقعد. إيش يقول لك بالسيف أخذ غيرك في السنين. أنا القلب معبي غير الواحد أنا يضحك كاكي باش يمرضش باش ينسي راحة وبر يكلمك بالتليفون يقول لك إيش الجمعة تخدم نهارين ثلاثة مش ديما ديما هذيك هي المعاناة اللي قاعدين نقاسوا فيها. كان هو مثلا هداه ربي هو ولا ولده ولا حد معناتها باش يقول مثلا مش يجي معايا شكون مش يخرج عليكم صنادق ساعات يقول لا خرجوا لرواحكم معناتها نجمعوا ونخرجوا الصندوق. اقسم بالله ساعه على ساعه الصندوق كي نهزوا ونجي نخرج به انت احنا وياه ساعات نفد معناها يصير الاكسجين حتى الاكسجين ما نلقاش في بدني اصلا نقول خليني نخرج ساعات يعرضني لبرا يقول لي مادام مش فيك خارج نقول انا اخذ شويه معنا اكسجين البر ينظر عليا يقول لي ادخلي اخدمي على روحك ندخلني من مره انا معنا لين دخلت من البيت خرجوني من البيت دايخه وكل شيء وليت الرد وكل شيء ما تقتش كملت نهاري كملت رديت البر وبعد خرج طبيت كملت نهاري وروحت قال لها هذه الدوخ ما عادش تجيبها لي والفلاح يعطي الفلوس للوسيط ما يعطيكش انت الفلوس ما يعطيكش حتى قيمه ما يحسسكش اللي انت قاعده تنتج في حاجه للمواطنين للناس اللي قاعده اللي توصل لتونس وتوصل للخارج فلفلنا وطماطمنا وولد القمره والشهوات الكل اللي قاعدين احنا نخدموا فيها ونغبروا فيها والدويات الكل اللي هي كلها في بدننا وقاعدين نيتوهاني بحذاك وعندي شويه بارفان ونشم في البخاره اللي قاعده نخدم بها مانيش نشم في البارفان نشم في البخاره هذيك البارفان تاعنا احنا ويجيه ويوصلوا الغادي موصل مريقل مزين وفي الاخر ما وصل لك حتى شيء الفلاح راهم مضطرين مساكن تطلع تخدم خاطر مستحقه يسمى تخدم هيك علاش قابله بالموت